إرميا 47. كلمة الرب اللي بقت لإرميا النبي عن الفلسطينيين قبل ما يضرب فرعون غزة. كده قال الرب: أهي مية تطلع من الشمال وتبقى سيل بيجرف، فتغطي الأرض واللي مليها، المدينة واللي ساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من صوت خبط ضوافر الحصينة الجامدة بتاعته، من الصوت الحاد بتاع المركبات بتاعته وصرصرت صوت عجل المركبات بتاعته. ما يتلفتش الأبهات للولاد بسبب الإيدين المرخية، بسبب اليوم اللي جاي عشان ضياع كل الفلسطينيين، عشان ينقرب من صور وصيدون كل بقية تساعد، لأن الرب يضيع الفلسطينيين. بقية جزيرة كفتور جه الصلع على غزة، اتضيعت أشقلون مع بقية الوادي بتاعهم. لحد إمتى تقطعي نفسك؟ آه يا سيف الرب، لحد امتى ما تستريحش؟ انضم للجراب بتاعك، اهدى واسكت. ازاي يستريح والرب وصاه على اشقلون وعلى شط البحر؟ هناك اداله معاد.